أهلا أعزائنا المشاهدين، رح أبتدي بالحديث في المكالمة الأولى مع الأخت مريم. الأخت مريم عابرة من مصر، ومريم على فكرة شاركت اختبارها وكان سبب بركة للعديد. وأنا في شيء لمسني باختبار مريم، هي جملة صغيرة وكانت عابرة ولكن إلها وقع وأثر كبير. بتقول إنه إحنا في هذه الحياة ترانزيت، فإذا أهم ما في الوجود هو نفس الإنسان، وعلى كل إنسان إنه يبحث حتى يصل ويكتشف الحق. أخت مريم أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. ألو، أهلا يا أسيس. أهلا أهلا أخت مريم، ربنا يباركك وشكرا كتير، وإحنا منقول مبروك إلك ولكل العابرين اللي بيشاهدونا، ولا سيما في هذا الأسبوع نحن نحتفل في يوم أو ذكرى العابرين. وطبعا أعطيني فكرة أخت مريم، يعني في ناس بتفكر أنه يمكن أعداد قليلة، ولكن بالحقيقة أنه أعداد لا نستطيع أن نحصيها ولا نعدها. مظبوط يا أسيس، الله يبارك في حضرتك. يعني الفرح فرحنا لأن إحنا المسيح افتقدنا، زي ما داود قال في المزمور: أخذني من وراء الضأن. ده اللي بحس بيه بالظبط، أنا كنت فين وبقيت فين. الظروف ممكن تبقى كانت صعبة، تجارب كتير، بس معرفة المسيح ملهاش ثمن. أنا بستشعر يعني زي النهاردة إن هو يوم العابرين، بستشعر لسه أول لحظة عيني فتحت فيها وتولدت من جديد كأنها حصلت امبارح. أنا عرفت المسيح يوم 14 إبريل 2018، ولحد دلوقتي بفتكر لحظة لما عيني انفتحت والفرح اللي حسيت بيه. ولما قريت الكتاب المقدس وسمعت وقريت الآية اللي بتقول السماء تفرح بخاطئ واحد يعود، وبحس بفرح في السماء. فعلا الفرح في السماء زي الفرح على الأرض، زي الفرح اللي في نفسنا إن احنا نعرف المسيح مع إننا كنا بعاد قوي. أشعر بامتنان كبير لي، أشكرك يا رب، أنا مين عشان تفتقدني؟ أنا مين أنا كنت في المزبلة وضعتني من المزبلة وقعدتني في وسط أشراف شعبك وعرفتني حالك وعرفتني نفسك وعرفتني أنت إزاي بتحبني؟ فأنا بشعر في كل لحظة بامتنان أيا كانت الظروف اللي احنا بنشعر بيها. بس زي ما أنت قلت يا أسيس، وزي ما أنا بحس دايما، احنا في مرحلة ترانزيت. الشاطر اللي يبقى عينه على النقطة النهائية إيه؟ مش الترانزيت. أخت مريم، خليني أسأل سؤال مباشر. إيه اللي بيخلي المسلم يترك دينه ويأتي إلى المسيح؟ لاحظ أنا بقول مش المسيحية، يأتي إلى المسيح علما أنه سيواجه الاضطهاد والرفض أيضا. هو الإنسان أصلا مخلوق بطبيعته بفطرته ان هو متصل بالله. يعني كل انسان، لان احنا يعني احنا خلقنا بكلمه منه وروحنا دبت فينا بنفس منه. فكل انسان عنده بالفطره عايز يعرف مين هو الله، عايز يتصل بالله. حياته ما بتبقاش كامله ولا الشبع بيكون كامل غير باتصاله بالخالق، دي بالفطرة. يعني بالنسبة لي أنا، ما أكذبش عليك، أنا ما كنتش عارفة أن في تمن للتبعية، بس كان عندي رغبة محمومة لمعرفة الإله الحقيقي. ومعرفة الإله الحقيقي جات لي لأن ما كنتش عندي سلام في الإسلام، لأن تعليم الإسلام كانت عكس فطرتي السليمة. الفطرة السليمة جاية من إن أكيد ربنا ده حاجة أعظم من أبويا. أبويا ده كان هو أول إحساس بالمحبة في حياتي، حبني جدا وأنا حبيته وعشت مدللة في حضنه. فما بالك يعني تفكيري أنا إن اللي خلق أبويا أكيد أحسن من أبويا. فما ينفعش أمسك الكتاب اللي أنا بتعبد من خلاله ولاقي مثلا إن أبويا السماوي أو الإله اللي خلقني بيقول لي مثلا جوزي المستقبلي يضربني. طب أنا أبويا ما مدش إيده عليا، طب إزاي هو يدي كارت بلانش للراجل اللي حيكون جوزي إنه يضربني؟ أو مثلا ليه ربنا بيقول لي أروح أموت إنسان آخر بدافع إن هو عقدته مختلفة عني؟ طب ما هو الإنسان الآخر ده خليقة ربنا،
طب انا لو انا انسان عندي، يعني انا مثلا بصنع شيء، لو انا مثلا بصنع تمثال، سي مثلا انا عندي مصنع وبصنع تماثيل، انا مش عايزه حد يكسر التمثال بتاعي لانه ده انا اللي عملته، فما بالك الهي؟ يعني هل الاله هيقول للانسان موتوا بعض علشان خاطري؟ هو انا ضعيف للدرجه دي مثلا؟ ما عنديش مثلا انا مش هقدر ادافع عن نفسي فبخلق ايه الانسان، ايه الاله السادي ده اللي يقول للناس انا ده مش عاجبني فموته لانه عقيدته مختلفه؟ فانا ما حسيتش بثمن التبعيه، انا كنت عندي رغبه محمومه لمعرفه الاله الحقيقي وما استريحتش غير لما عرفته، واول ما عرفته عرفت طعم الشبع، لان زي ما الايه ما بتقول النفس الشبعانه بتدوس العسل، صح. فانا ما حسيتش بالشبع الحقيقي في الحياه غير لما عرفت المسيح. وفي مثال، في كوت بتتقال بالانجلش what you own owns you owns you سوري. فانا كنت بحس ان انا فعلا لما تحس ان انت خلاص انت اي شيء بتمتلكه في الحياه هو بيمتلكك، لما تحس وانس انك تحس ان الاشياء دي ما بتمتلككش اني مور، انت بتحس بالقوه. ليه؟ لان انت مش عايز، انت عايش في حياه ترانزيت لحد الحياه الابديه، فاصبحت الحياه نفسها ما فيش حاجه تقوى عليك فيها ولا ممتلكات ولا اي حاجه، لان في الاخر انت ملك للمسيح، والمسيح ملكك الحياه كلها بانك سلمت حياتك ليه.